السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خوتتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. بعد الصفعة القوية اللي تلقتها المغنية دنيا باطمة على إثر القرار النهائي لمحكمة النقد برفض الطلب ديالها واللي دخلت على إثرها في نوبة من الهلع والخوف والبكاء ونفقت دخل عائلة المغنية وكتطالب وتناشد صاحب الجلالة بالتدخل في هذا الملف مطالبين إياه بالعفو الملكي السامي عن دنيا باطمة. كذلك مريم حسين اللي كانت ضحية حمزة مومي كتخرج عن الصم ديالها كذلك من جديد وكتطالب بالعفو عن دنيا باطمة بعد رفض النقد من طرف المحكمة واللي نزلت كالصاعقة على المغنية والعائلة والمدافعين عليها. يذكر أن والدة مريم حسين اللي متحملات هاد الشائعات اللي تلقاتها عليها الحساب حمزة مومبيبي وكانت تم نقلها للمستشفى وأن الصلح اللي تم بينها وبين أصحاب الحساب دون سوائل صلحت معهم كاملين حتى دنيا باطمة تسامحت معها هادشي كامل. أكدت والدة مريم حسين كان اضطراريا لتعرضها للابتزاز ولكن بمجرد العلم ديالها بتعرض للبعض ببلاغات ضد الحساب والقائمين عليه تقدمت هي الأخرى بإثباتات مهمة في هذه القضية. فرغم كل ما تعرضت لها من الابتزاز فمريم حسين كتناشد مرة أخرى ملك المغرب محمد السادس أن يعفو عليها عفوا خاصا. فللمحكمة النقد ربما أنه يستحيل أنها تعطيها البراءة ما دامت محكمة السناف أيدت الحكم الابتدائي وزادت فيه العقوبة. فمحكمة النقد هي اللي غادي تحكم بالعقوبة الحقيقية عامين وما فوق لأن التهمة ثابتة في حق المغنية لأنها اعترفات وقالت كل شيء وهذا شيء كامل ثابت في مجموعة من الفيديوهات اللي في المواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت كتغنى بهذا الحساب حمزة مومبيبي وكانت يعني فرحانة وما إلى ذلك. انتم غير شاهدوا وتبصروا الفيديوهات وغتشوفوا كامل داك الشيء اللي موثق ناهيك على الأدلة والبراهين الأمنية اللي حصلت عليها المحكمة. ربما باطمة كتقلب على أقصى العقوبة هادشي واضح وباين لأن كيف يعقل أن مجموعة من المتهمين في هذه القضية تحكموا عليهم بما فيهم الأخت ديالها تحكموا وخرجوا دوز العقوبة واللي كانت أكثر العقوبة هي سنتين سجنا نافذا وراء تم إطلاق السراح ديالهم بعد ما تم يعني كملوا ديك العقوبة ديالهم. وهاد المغنية اللي مازال تجول وتجوب في بقاع العالم يعني ما مسوقاش يعني وعندها ثقة كبيرة على أنها مازال بريئة كما شفنا المغنية في الآونة الأخيرة واللي طارت الجدل بعد ما علنات البراءة ديالها بمباركة محامي ديالها المرحوم بوعشرين اللي كان دائما كيدافع عليها وكان دائما كيجيب شي أدلة باش يخرجها من هذه الورطة بالرغم من أن أدلة ثابتة في حقها أدلة كاملة ثابتة في حقها. فهو اللي كان عطاها كل الضمانات وشحن فيها ديك الثقة كبيرة على كونها بريئة والقضية ديالها راه مربوحة وسوف يتم طي هذا الملف نهائيا. فبعد وفاة يعني محامي ديال ابو عشرين يعني راه صراحة كل شيء بان كل شيء توضح. فالقانون كما كنقولوا فوق الجميع قانون فوق الجميع كما وقع الدكتور التازي هو والزوجة ديالو وداك المتهمين الثمانية فيما يعرف بقضية مستشفى الشفاء واللي كان كيعرف تهم ثقيلة في حقه بما فيها التجارة بالبشر ابتزاز يعني راه بحال هاد التهم اللي وقعات لهاد الدكتور فهي كذلك وقعات لهاد المغنية المجموعة ديالها الحساب حمزة مومبيبي. كيف يعقل أننا كنشوفو يعني حنا موضوعين في واحد التناقض بين جوج ديال الناس وحدين غيتم الحكم ديالهم. إخواني أخواتي فكما تحبسوا بين لينا تسجنوا أن هاد المغنية اللي تسرعات
بالإعلان على البراءة ديالها واللي خرجت عبر المواقع التواصل الاجتماعي وشاركات واحتفالات بهذا البراءة وشاركات بالصور والفيديوهات مع الأصدقاء ديالها والعصابة ديالها ديال حمزة مون بيبي وفرحانة وأنها كتشمت في هاد الضحايا اللي مازال كيطالبوا بالحق المدني بخصوص هاد القضية اللي خلقت ضجة ماشي غير في المغرب وإنما في العالم بأسره. ومازال كتنتظر يعني مجموعة من المتهمين اللي مازال هما خارج أرض الوطن واللي ما قدروش أنهم يجيو للبلاد المغرب بما فيهم سيمو اللي مازال في الديار الأمريكية لأنه ما قدرش يجي. هذا دليل على أن التهم موجهة إليه والتهم ثابتة في حقه كذلك. فعلى أي حنا كنطالبوا مرة أخرى بالحق، كنطالبوا الإنصاف، والأولى والأجدر واللي خصو يستفد من هذا العفو الملكي اللي هو الأستاذ المديمي المناضل اللي زجوا به السجن واللي تحموا عليه إخواني أخواتي وحاولوا أنهم يلفقوا له التهم لا أساس لها من الصحة. فالسيد مصدوم دخل السجن والأم دياله اللي مازال مصدومة واللي أكدت مع مرة أن الإبن ديالها يعني مربي أحسن تربية وركب غير الخير وأنه كيدافع على المظلومين وأنه ما يمكنش يسكت إلى شف شي حاجة كتضر الناس المظلومين بما فيهم هذوك الناس اللي كيتاجروا وذوك الناس اللي كيختلسوا الأموال. وهذا الشيء كامل كنا كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي والخارجات ديالو وبالصوت مرتفع يحاول أنه يدافع على الحق. فهذه فرصة إن شاء الله، وهذه هي الطريقة الوحيدة اللي غيتم إخراج الأستاذ المديمي بعد ما غيتم الإعلان عن العفو الملكي عن مجموعة من المتهمين الأبرياء لداخل السجون المغربية بما فيهم هذا الأستاذ الله يطلق سراحه. وحنا كمغاربة داخل وخارج أرض الوطن اللي كنوجهوا يعني واحد التحية كبيرة لصاحب الجلالة اللي عارف شنو الواقع وكيتسنى من المحكمة أنها تنصف هذا الأستاذ المديمي، ولكن لا غالب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعفو الملكي اللي كنتظروا احنا جميعا هو اللي غيعتق هذا الإنسان، هذا الإنسان الخلوق الطيب اللي ما عرفنا عليه إلا الخير والإحسان صراحة إخواني أخواتي. وهذا مطلبنا كاملين حتى الجالية المغربية اللي احنا واقفين مع هذا السيد سواء مع الأم ديالو سواء مع دوك الناس المناضلين اللي كيخرجوا بديك الخارجات كيحاولوا يبينوا الحق. إخواني أخواتي حتى لا أطيل عليكم الانتظار نكتفي بهذا القدر، وفي انتظار الجديد ما تنسوناش باللايكات ديالكم والبارتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. ومرة أخرى كلنا الأستاذ مديمي، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.